دراسة التأثير على البيئة هي آلية وقائية لحماية البيئة اللي كتساهم في تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكتجسد الريادة ديال بلادنا في مجال حماية البيئة. وهي عبارة عن دراسة كيقوم بها المستثمر قبل الشروع في إنجاز المشروع ديالو باش يحصل على الموافقة البيئية. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم التأثيرات اللي يمكن تنتج على المشاريع التنموية مثل المشاريع الصناعية أو الفلاحية أو ديال البنية التحتية كالطرقات والموانئ والمطارات ومحطات معالجة النفايات، واقتراح التدابير اللي لازم اتخاذها لإزالة الآثار السلبية على البيئة أو تخفيف منها أو تعويضها. لهذا الغرض المشرع وضع القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة لتأطير إنجاز هذه المشاريع. كيتكون ملف دراسة التأثير على البيئة من دراسة التأثير على البيئة اللي كيتم إنجازها من طرف مكتب دراسات متخصص بالإضافة إلى تقرير البحث العمومي. بالنسبة لدراسة التأثير على البيئة فهي كتشمل ما يلي: أولا، وصف إجمالي للحالة الأصلية لموقع المشروع. ثانيا، وصف لأهم المكونات بما فيها الإطار القانوني والمؤسساتي ومميزات المشروع ومراحل الإنجاز دياله. ثالثا، تقييم التأثيرات المتوقعة للمشروع على المحيط البيولوجي والفيزيائي والبشري. رابعا، تحديد التدابير لازم اتخاذها من طرف المستثمر لإزالة الآثار السلبية على البيئة أو تخفيف منها أو تعويضها. خامسا، دفتر التحملات البيئي واللي كيتضمن برنامج مندمج لرصد وتتبع تنفيذ التزامات حامل المشروع بكل الإجراءات المقترحة للحد من التأثيرات الجانبية المحتملة للمشروع. سادسا، ملخص مبسط للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة لفائدة العموم. بالنسبة للبحث العمومي فهو آلية تشاورية ملزمة لكل مشروع كيخضع لدراسة التأثير على البيئة كيتم إنجازه تحت إشراف السلطة المحلية، والهدف منه هو تلقي ملاحظات واقتراحات الساكنة المحلية وأخذها بعين الاعتبار. كيتعرض ملف ديال دراسة التأثير على البيئة على أنظار اللجان المختصة اللي كتكون من ممثلي القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية المعنية بالمشروع. هاد اللجان كتنقسم إلى: اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة اللي كتفحص المشاريع الوطنية واللي كتكون على مستوى أكثر من جهة أو اللي كتكون عابرة للحدود. بالنسبة للجان الجهوية فهي كتكلف بفحص باقي المشاريع. هناك مسطرة مدققة لدراسة التأثير كتهم كل مرحلة من مراحل فحص الدراسة. إيداع دراسة التأثير على البيئة بكتابة اللجنة سواء الوطنية أو الجهوية. إنجاز البحث العمومي واللي كيتضمن إصدار قرار فتح البحث العمومي من طرف السلطة المحلية، فتح ملف البحث العمومي لتلقي آراء الساكنة، إرسال خلاصات البحث العمومي إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية من أجل إبداء رأيها حول المشروع. من بعد المصادقة على دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحملات البيئي كيتم إصدار قرار الموافقة البيئية وتوقيعه من قبل الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للمشاريع اللي تم فحصها على الصعيد الوطني أو من طرف الوالي فيما يخص المشاريع اللي تم فحصها على الصعيد الجهوي. بالنسبة للتدابير المتضمنة في دفتر التحملات البيئي واللي كتهدف إلى تقليص الآثار السلبية على البيئة فكيتم إخضاعها دورياً للمراقبة من طرف مفتشي قطاع البيئة. وفي الأخير لا بد من الإشارة أن قرار الموافقة البيئية ماشي ترخيص لإنجاز واستغلال المشروع، لأن ذلك من اختصاص القطاعات المعنية وكيخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل. وهكذا غنكونوا شجعنا الاستثمار وحافظنا على البيئة ديالنا وديال الأجيال اللي من بعدنا. والمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للقطاع www.environnement.gov.ma.